التعادل. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. أول ركلة سينفذها محمد صلاح، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. ميسي يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد الكرة في المرمى. النتيجة 1-1، بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. الآن يتقدم اللاعب الثاني، يتصدى لها الحارس. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. ثم مع الثالث الآن يلعبها، لكن تعود من القائم، كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى. لك تصدي رائع، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. ضربة مذهلة. رابع لاعب في ترتيب المسددين يلعبها، لكنها ضاعت. الضغط كان كبير عليه جدا للفوز بهذا النهائي من أجل أن يسدد هذه الضربة. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. هذه كرة في المرمى، 3-3، الأجواء نارية مشتعلة الآن. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، روعة في التنفيذ. حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى، وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. الآن حان الدور على المسدد السابع. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا سلام، تنفيذ رائع. الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. يا سلام، نجح في تسجيلها، ويتنفس زملاء السعداء. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة، وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. المنفذ العاشر يتقدم الآن، يلعبها في الجانب الأيمن. ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. وصل الدور الآن لآخر لاعب، الركلة 11، واللاعب 11 يتصدى حارس المرمى للركلة. تألق الحارس في إنقاذ الكرة. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. محمد صلاح يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، يلعبها في الجانب الأيسر. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. سجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. محمد صلاح يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محمد صلاح
عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظ وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. والآن الدور على محمد صلاح. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. محمد صلاح إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان، والكرة إلى الجانب الأيمن. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. محمد صلاح يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية. يبدو أن يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. محمد صلاح عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. ليفربول هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محمد صلاح يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. أوه، الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. سجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. محمد صلاح يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. محمد صلاح هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. محمد صلاح عليه منع هذه الركلة من أن تصل. ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. لقد أحسنوا بالتماسك حتى وصلوا إلى ركلات الترجيح، لكنهم سقطوا أمام ضغط ركلات الترجيح بعد ذلك.